فليعلم العدو الصهيوني أن سياسة المماطلة والتسويف ونؤكد بأن غزة ستكون ساحة لقتال جنود العدو الغزاة، ولن يهنأ الاحتلال الذي يعرف غزة جيداً، لن يهنأ بيوم أو ساعة من الهدوء بإذن الله، بل سيدفع أثماناً كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقوته. كل المحبين والداعمين والمناصرين لنا في العالم، أن سرايا القدس والمقاومة بألف ألف خير، وأن عدونا الذي يحاول منذ أيام طويلة التقدم من عدة محاور يتجرع الألم والرعب في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة